اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه جامده جدا جدا تعجبكم قوي، اسمها كرايولا ماركر ميكر. الله، مين هنا بيحب التلوين؟ معانا هنا بقى شويه الوان تعجبكم جدا، مكتوب عليها 3 in 1. اوكي، وهنا بقى في كرايولا وحاجات كده فظيعه، هنطلعها بقى كده. اوكي، وهنتفرج بقى عليها. الله، هنا بقى في الالوان اللي هي لونها بينك وازرق واصفر، واحنا بنفسنا هنعمل بقى الالوان الماركر دي، وهنعمل كمان الوان مختلفه. هنا بقى في اللون الاخضر والاحمر. اوكي، ده هنا قصدي تركواز، وهنا بقى دوت اخضر، وهنا دوت اخضر اغمق. اوكي، وهنا ده كحلي، وهنا بقى دوت موف، وهنا دوت اخضر تاني. الله، شفت بقى الالوان دي؟ ممكن احنا نعمل بقى بقيتها الوان تانية. اوكي، هنا بقى في لون اورنج تاني اهو، او دي شوية بقى الوان عندي ممكن ان انا اجرب ارسم بيهم. هوريكم بقى الالوان دي بتعمل ايه. هنا معانا 1 2 3 4، معانا 4 لون احنا اللي نعملهم بنفسنا. اوكي، نحطهم بس كده على جنب الاول دلوقتي، بعد كده بقى هرسم لكم شويه الوان. اهو بصوا بقى، رسمت ورده بمنتهى السهوله. اوكي، ممكن بقى نجرب اللون التاني. الله، شفتوا؟ ممكن ارسم بقى وردة بألوان تانية. اهو نرسمها بقى باللون الأورنج. الله، شفت بقى بلونها ازاي؟ اهو رسمت بقى بقيتها، وهنا بقى في الوان الشجر اهو. الله، لونها بقى اخضر فاتح شويه. هنرسم بقى هنا ورده تانية. الله، بس بقى استخدمت بقى فيها لون الموف مع التركواز، نعمل لها بقى بص الزرع بتاعتها برضو اخضر. الله، شفت بقى التلاتة هنا؟ بس احنا ممكن محتاجين الوان تانية، فممكن بقى ان احنا نزودها. بص، بنعمل بقى ميكسينج للالوان، وبنعمل ديزايننج للون اللي عجبنا. هنا بقى ايه، مثلا بنحط بلو بلس يالو، كام في المية وكام في المية عشان يقدروا ان هم يدونا اللون ده. بكتبين بقى هنا الدرجات اهي، مثلا هنا بلو بلس يالو هيدينا اللون ده لو حطينا 3 بس هنا، لكن دي 15 نقطة مع 0 يدينا اللون الايه الاحمر ده، 12 نقطة مع 3 ازرق هيدينا اللون ده. كده بنفهم بقى ان احنا ازاي نعمل ميكسينج للالوان. الله، شفتوا شكلهم حلو ازاي؟ ممكن بقى ان احنا نعمل ادنج بص من 3 ل 12 فيدينا نسبة اللون ده، لو حطينا من 0 ل 15 يعني 0 ازرق و15 اصفر هيدينا اللون الاصفر خالص. نعمل بقى ميكسينج للانكس دول فيطلع لنا بقى اللون اللي عجبنا.
اوكي ممكن بقى نجيب الاول اهي كده، نحط بقى بنقط 1 2 3 4 5 6 7 8، مش حطيت 8، دي الماجرين كوب بتاعتي. اوكي ممكن احنا نقي اهي 8، اهي 8 دروبس. هو بيقولي النسبة توصل لحد كام، وفوق يعني 15، 12 ريد وتلاتة بلو، هي تحت بقى 3 بلو فوق 12 ريد. الله نكمل بقى الباقي، نحط بقى فيها الايه اللي هي العصتيك دي اللي هي بيضة عشان تاخد الايه اللون، ونكمل بقى كده حبة لحد ما تملى الرقم اللي هو مكتوب. بصوا شوفوا شفطت قد ايه، هو الرقم عمال ايه لون عمال بيتسحب بالراحة. اهو نكمل بقى بعد كده الباقي، بنحط بقى ده فوق. الله بصوا حطينا بقى بقت كلها احمر اهي. بصوا لحد بقى ما اتملى الاحمر كله وشفته كله. الله نكون بقى كده خلصنا. جاي بقى جايبين الايه الانبوبه بتاعته اللي احنا مليناها دي، ونحطها بقى جوه في العلبه دي، بنقفل بقى كده عليها. الله بصوا بس نطلع بقى الحته دي كده اهي، ونقفل بقى عليها كده من ورا، بس بنحط الاول الايه الانبوبه ده، بنقفل عليه من قدام زي ده كده بالظبط، ده الكفر بتاعه. الله هي حطيت الأنبوبة بقى كده. وضغطت بقى كده عليها. اهو شفتوا تقدر بقى ان هي تلون اللون بقى بيجي كده دلوقتي، بس مستنيين ان هو ينزل. اهو كده بقى نزل كله الاحمر اهو. اهو بصوا بقى حطينا بقى اللون الاحمر هينزل بقى فيها كده اهو، احنا جبنا بقى تقريبا 12، احنا حطينا بس الاحمر، ممكن نقي بقى اي لون تاني يعجبنا. الله بعد كده بقى نعمل اللون اللي يعجبنا تاني، معانا بقى 4 نقدر ان احنا نعملهم. واو بصوا برضو بنفس الطريقة بنجيب بقى الكوباية. اوكي هنا بقى حطيت اللون الازرق اهو، وهنا بقى ده اللون الاصفر، عملتهم بقى بنفس الطريقة برضو. بص يكون بقى كده عملت كل الالوان اللي ناقصه، كان ناقصني الاصفر والاحمر والازرق، عملتهم بقى كده كلهم. الله اهم حطيتهم بقى كده. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيهم، الفيديوهات في الالوان الفظيعه دي نقدر بقى نحن نلون بيهم الوان كتير اي مختلفه. اوكي نعمل بقى كمان الالوان اللي تعجبنا. اهو بصوا نكون بقى كده عملنا كل الالوان.
هبتدي بقى ان احنا نكمل اللون اللي يعجبنا. بصوا حطينا هنا بقى شوية ايه ازرق، اوكي، بعدين نحط عليهم بقى شوية احمر، نقلبهم بقى كده كويس، فيعملوا لي بقى لون بيربل، ده لون موف. ممكن بقى ان احنا نكمل كمان. بصوا اهو كده بقى اللون الاحمر اهو، حطينا بقى فيه الانبوبة عشان تمتص بقى اللون. الله، نكون بقى كده خلصنا. نفس الطريقة بالظبط، عملت بس ميكسينج للألوان. الله، نكون بقى كده خلصنا. انا عملت كده الكولكشن بتاعي كله، عجبني قوي الصراحة. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وهعملكم بقى فيديو تاني عشان نجرب الألوان دي بألوان الرينبو كلها اللي احنا عملناها. هعملكم بقى فيديو تاني عشان نقدر ان احنا نختبرها ونرسم اللون بيهم مع بعض. قوليلي بقى لو شفتوا اي لون ناقص اكتبولي في الكومنتات عشان اعملهولكوا. اتمنى ان هما يكونوا عجبوكوا. استنوا بقى هجربهولكوا دلوقتي عشان اوريكوا الفرق بين درجات الألوان بتاعتهم. ده هنا بقى اللون الأصفر كده اهو، الله، ونكون بقى كده عملنا الايه الالوان كلها. شفت بقى شكلهم حلو ازاي، عجبوني جدا جدا جدا. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيهم، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك سبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.